والسلام عليكم. اليوم حنعمل معاكم سمبوسة بيتي بالجبنة وباللحمة. أول حاجة باللحمة نحط بصل ونضيف اللحمة المفرومة ونقلبهم على النار لغاية ما تنجح اللحمة، ونقطع الشبت والبقدونس والكزبرة. بعد كده بعد ما نجحت اللحمة ودبل البصل نضيف الملح ونضيف فلفل أسود ونضيف الكمون. وبعد كده نضيف الشبت والكزبرة والبقدونس على اللحمة. وبعد كده أنا استخدمت العجينة جاهزة، أخذتها جاهزة ونزلت لكم صورتها عشان تعرفوها. حشينا السمبوسة، بعد كده في صينية حطينا ذرة، كوب ذرة، كوب جبنة موزاريلا، وكوب من جبنة شيدر، وأضفنا هالبينو حار وجبنة سائلة ملعقتين، أي جبنة سائلة تحبوها، أنا أضفت كرافت. بعد كذا نفس العجينة اللي وريتكم صورتها، هذه صورتها شكلها من جوا، مرة فظيعة ورهيبة لما تعملوها. حطيناها وحطينا حشوتنا مرة باللحمة مرة بالجبنة اللي عملناها، وهذه الوصفتين ترى مرة لذيذة لازم تجربوها. بعد كده قليناها وهذا الشكل النهائي، هذه أم الجبنة والذرة وهذه أم اللحم المفرومة. عليكم بألف عافية، وصيامكم مقبول يا رب.